السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن حادث انفجار العبوه الناسفه في مديريه المخا وابعاد عوده العمليات الارهابيه في مناطق سيطره الشرعيه. قالت مصادر محليه ان 6 مدنيين استشهدوا واصيب نحو 20 اخرين جراء انفجار عبوه ناسفه في مديريه المخا على الساحل الغربي في تعز. وأضافت المصادر أن العبوة زرعت في دراجة نارية كانت مركونة قرب كافتيريا أمام محطة لباصات نقل. وذكرت أن الانفجار أسفر عن استشهاد 6 مدنيين بينهم المصور الصحفي زكريا الشرعبي وطفلتان، وإصابة نحو 20 آخرين بينهم الصحفي فيصل الدبحاني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل الوضع الأمني في المخا غير مستقر وفي عدد من المناطق أيضاً؟ ومن يقف خلف حوادث التفجير والعمليات الإرهابية في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف؟ مشاهدينا نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. عادت المخا إلى الواجهة مجددا، هذه المرة عبر حادث تفجير إرهابي هو الأعنف الذي يضرب المدينة المسالمة منذ دحر الحوثيين منها أوائل العام 2017 وتحولها إلى معسكر إماراتي مغلق. فقد انفجرت في 7:30 من مساء الاثنين عبوة ناسفة بدراجة نارية وضعت بالقرب من مقهى الشعب أمام محطة باصات النقل المتجهة إلى مدينة عدن، وأوقعت حصيلة كبيرة من الضحايا. بين هؤلاء الضحايا المصور التلفزيوني زياد الشرعبي الذي لقي مصرعه، والصحفي فيصل الدبحاني الذي أصيب في هذا الحادث. وصادف لحظة وقوع الانفجار وجود تجمع كبير للمدنيين في المقهى، لكن مصادر ميدانية أفادت بأن معظم الإصابات نجمت عن سقوط سلك كهربائي على المتواجدين، فيما تسبب الحادث أيضاً في حريق نشب بسيارة إسعاف في ذات المكان. الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أدانت هذا الحادث ووصفته بالجريمة الإرهابية النكراء التي تؤكد توظيف الميليشيا الحوثية ومن خلفها طهران للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على الشعب اليمني منذ 4 أعوام، بحسب تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. واعتبر الوزير الإرياني هذا الحادث جزءا من مساعي الميليشيا لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ستوكهولم عبر الأعمال الإرهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار. الانفجار الذي أوقع هذه الحصيلة من القتلى والجرحى أثار مخاوف سكان مدينة المخا، أحد أكثر مدن موانئ اليمن استهاراً خلال القرون الماضية من تاريخ اليمن الحديث بسبب تجارة البن. فهذه المدينة وفقاً لشهود عيان من أبنائها تحولت إلى ثكنة عسكرية مغلقة تابعة للقوات الإماراتية، فيما تشرف على أمن المدينة وحدات أمنية غير منسجمة تابعة للشرطة والشرطة العسكرية ومعظمها من المقاومة الجنوبية، في ظل صعوبات عديدة يواجهها قائد شرطة المدينة المعين من السلطة المحلية في محافظة تعز في ممارسة صلاحياته. يأتي ذلك فيما عمدت القوات الإماراتية إلى دعم عودة القيادات المحسوبة على الإنقلابيين وتمكينهم من شغل مواقع هامة في سلطة المدينة، في وقت تنامت فيه ظاهرة تجارة السلاح وزيادة معدل الاشتباكات بين العناصر المسلحة داخل المدينة بشكل لم تعهده مدينة المخا الساحلية من قبل. ينضم إلينا من تعز الصحفي أحمد مكيبر. سيد أحمد مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد أحمد. يعني بداية، ما هي المعلومات لديك حول واقع الانفجار الذي راح ضحيته 6 مدنيين في المخا؟ المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن أن هناك يعني دراجة نارية كانت في تمام الساعة 7:30 من مساء الليلة حاولت الوصول أو وصلت بالتحديد إلى تلك ذلك المكان. نعم. بوفيتين شعبيتين كذلك هي بالتحديد في جولة عدن المخا. بعد لحظات من حضور تلك الدراجة النارية قامت بالانفجار وبقربها إحدى السيارات، وبالتالي كان هناك يعني خطوط كهربائية كبيرة، لأنها شبكة كهربائية يعني مركز للشبكة الكهربائية، بالتالي عندما اندلعت النيران تسببت في كثير من الضحايا لأنها التصقت بتلك الشبكة الكهربائية، وبالتالي كان هناك ضحية حوالي 8 أشخاص
من ضمنهم الصحفي والمصور والذي شيعناه اليوم في مدينة تعز زياد الشرعبي، وكذلك أصيب الزميل فيصل الدبحاني وأصحاب البوفيات، ثلاثة من أصحاب البوفيات وغيرهم من المارين والمتواجدين في ذلك المكان. القوات الأمنية أو سلطة الأمر الواقع الموجودة هناك باشرت بالتحقيق ومنعت الناس من الوصول إلى ذلك المكان، وبالتالي أصبح المكان يعني مطوق من جميع الاتجاهات. لكن سيد أحمد، حتى الآن مرت 24 ساعة، يعني هل يعني هناك دلائل أو مؤشرات يعني توضح من هو الطرف الذي يقف خلف هذه العملية حتى الآن، أم أن الأجهزة الأمنية لم تتوصل إلى شيء حتى الآن؟ ميداني وطلعنا الكثيف لهذا الحدث، ما زالت التحقيقات تجرى ولم يعلن حتى إلى الآن أي من يتسبب، أي جهة تتسبب في ذلك. السبب في ذلك أن هناك لا يوجد يعني بما يسمى ببيان صادر حتى اللحظة من القوات الموجودة هناك. تواصلنا معهم حول من تم التحقيق معهم، لكن الكل يعني هناك يعني توجه عام بأن ربما تكون ميليشيا الحوثي الانقلابية، لكن هذا باعتقادي الشخصي ربما يعود إلى ضعف الوضع الأمني داخل المدينة في ظل تراكم القوات أو حضور القوات المشتركة ووجود كذلك نهضة عمرانية كبيرة، ربما يكون هناك أكثر من أغراض لمثل هذه الأحداث. لا ندري هل إبعاد المدينة من هذه التنمية ومن هذا الخير الذي وصل إليها، لكن بمقبل القول بأن الوضع يعني ضعيف جدا الأمني، لأن الانفجارات ليس هذا الأول، بل أنه تبعه انفجارات أخرى. يعني لكن سيد أحمد، يعني التخمينات التي تتحدث عن أن ميليشيا الحوثي هي من يعني تقف خلف هذه العملية، يعني هل تتواجد كانت في هذه المنطقة قيادات عسكرية أو بالقرب من هذه المنطقة أو ثكنات عسكرية، أم أن الاستهداف هو طال مدنيين فقط وصحفيين في هذه المنطقة؟ التخمينات تعود لأن هناك عناصر كانت تعمل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وكانت مطلوبة لدى القوات الموجودة هناك، سمح لها بالدخول إلى مدينة المخا والجلوس في أماكن حساسة في تلك الأماكن، يعني عادوا إلى مناصبهم، عادوا إلى أماكنهم، وبالتالي هناك من يتهم يعني من في الميدان بأن هناك لا زال تنسيق مستمر مع تلك العناصر يعني بالقيادات الموجوده في صنعاء، يعني هذا قد ربما يشير هذا التخمين الى الواقع الفعلي الذي تعيشه المدينه من خلال تواجد تلك العناصر التي كانت تدين بالولاء لميليشيا الحوثي الانقلابيه. وبالتالي يعني حظيت باهتمام كبير لدى السلطه وكذلك القوة الموجوده هناك، ومما ساعد على ان يعني توجه او بكل تحرك، لا احد يراقبهم، لا احد يعني يفرض السيطره عليهم، وبالتالي ربما هذا التخمين اقرب هو للواقع الذي تعيشه مدينه المخا. نعم، اذا وضحت الصوره. السيد احمد، نعم. تكرم بالبقاء معي، اشرك معنا في الحديث. سينضم الينا المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، مساء الخير. اسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام ومساء المشاهدين جميعا. اهلا بك سيد عبد العزيز. يعني عوده للعبوات الناسفه وايضا المتفجرات في منطقه جديده من مناطق الشرعيه، يعني هل كتب على هذه المناطق عدم الاستقرار على الدوام؟ الحقيقة أن المناطق التي سيطر عليها الشرعية ليست كلها مناطق يعني تشهدها الفوضى. نعم. عندك على سبيل المثال يعني مأرب، يعني منطقة مستقرة وإلى حد ما بعض مديريات الجو.
المناطق يعني المناطق إذا جاز التعبير مأرب منضبطة إلى حد ما، قوات الأمن فيها قوية، الوضع القبلي ربما كان له دور قوي في ضبط هذه المناطق، لكن بقيت مناطق الشرعية نتيجة عدم وجود جهاز أمني، يعني سواء في عدن أو في أبيان أو في تعز أو في المخاء. عدم وجود جهاز أمني خصوصا في المناطق التي تم تحريرها من الحوثي حديثا، ما في جهاز أمني أصلا لضبط هذه الأمور، هذا أولا. ثانيا لا توجد عملية يعني وحدة استخبارات عسكرية فعالة، ولا يوجد جهاز أمن قومي فعال، ولا يوجد جهاز أمن سياسي فعال، كلها أجهزة مهلهلة ليس لها دور في الواقع، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي أن تكون هناك أن تشهد هذه المناطق هذا النوع من العمليات. دائما تنتشر هذه النوع من العمليات عندما تكون ترتخي قبضة الدولة أو إذا صح التعبير إذا ارتخت قبضة السلطات الحاكمة أيا كانت هذه السلطات. وغالبا عندما تكون القوى يعني الادارات البحثيه او الادارات الاستخباراتيه ضعيفه، نحن نعرف ان عندنا الامن القومي ضعيف جدا، وتعرف ان مدير الامن القومي ورئيس جهاز الامن القومي ربما يعني قاعد فتره طويله في الاردن، لا ادري كيف كان يدير الامن القومي من الاردن، ولا يوجد جهاز استخبارات عسكري، وحتى قائد جهاز الاستخبارات العسكريه ودائره الاستخبارات العسكريه الله يرحمه قتل طماح استشهد في عمليه نتيجه ضعف الاستخبارات العسكريه قبل اكثر من اسبوعين. وبالتالي هذه المناطق التي لا توجد فيها اجهزه امنيه فعاله، وخصوصا ركز معي انا الاجهزه الامنيه لم يصب بها التي تلاحق الجرائم الجنائيه، وانما يقصد بالاجهزه الامنيه القائمه على الاستخبارات. نعم، اذا ابقى معي سيد عبد العزيز. اشرك معنا ايضا الخبير العسكري سيد علي الذهب، سينضم الينا من القاهره. سيد علي مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد علي، يعني عوده جديده للعمليات الارهابيه ولكن هذه المره في مدينه المخا، يعني باعتقادك من يقف خلف هذه الحادثه؟ هل هو تنظيم القاعده ام جهه اخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيوفك وللاخوه المشاهدين. اهلا بك. اعتقد انه لو فرضنا جدلا انه لم يكن الحادث عرضيا فإن المستفيد الأول هم الحوثيون، وهذا الأمر يندرج في إطار ما يوصف بالتخريب في أرض العدو. هذه العمليات تعكس لدى المجتمع الدولي بأن المناطق التي سيطر عليها القوات الحكومية غير آمنة، وأنه لا يمكن التسليم بأماكن أخرى لهذه السلطات لأنها غير قادرة على تأمين هذه المناطق. وانا اتصور بانهم هم اكثر المستفيدين، ولو كان يعني من اتجاه القاعده فالقاعده عمليتها معروفه ولا تستهدف جانب مدنيين وانما تستهدف المناطق العسكريه. نعم، اذا ابقى معي سيد علي. اذهب للسيد احمد مكيبر. سيد احمد، يعني لماذا يعني عادت التفجيرات الارهابيه وايضا العمليات في المخا، رغم يعني ان هذه المدينه يعني قد حررت منذ فتره طويله من ميليشيا الحوثي؟ هذا السؤال الذي نريد الاجابه عليه، ويعني نبحث عن الاجابه، لماذا هذه التفجيرات؟ مدينه المخا بطبيعتها حالها مدينه مسالمه، مدينه لا تعرف التفجيرات، بل ان الحوثي عندما سيطر عليها كان يتحرك بكل أريحية فيها، ولا يوجد مثل هذه الأساليب الدخيلة التي تواجدت في هذه أو حدثت في هذه المدينة مؤخرا. نحن السكان بطبيعة حالهم يتفاجئون بل يهرعون من الخوف عندما يجدون مثل هذه التفجيرات التي بين الحين والأخرى تقوم بمباغتتهم
تقوم كذلك بإيجاد القلق لديهم. هناك كثير من الأيادي العاملة المتواجدة بالمخا، هناك كثير من المحلات فتحت، هناك حركة اقتصادية بحسب زيارتنا الأخيرة وجدنا نهضة كبيرة، لكن مثل هذه قد تعيق هذه المسيرة التنموية من خلال التفجيرات. قد الناس ينظروا إليها بأنها مدينة ليس فيها استقرار، وبالتالي قد يكون هناك من يستفيد من هذه الأوضاع. لا نعرف من الجهة التي تقف، لكن نحمل المسؤولية الكاملة على تلك السلطات المتواجدة داخل مدينة المخا الذي بإمكانها أن تقوم بالإسهام في تحرير ما تبقى من المخا جهة البر حتى تصل إلى تعز، وبالتالي تربط مركز المحافظة المديرية نعم. أشكرك أحمد مكيبر، صحفي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود لي السيد عبد العزيز الهداشي. يعني سيد عبد العزيز، أنت كنت يعني قد استثنيت محافظة مأرب والجوف كونها يعني مناطق لا تشهد انفلات، ونحن هنا يعني لا نتحدث فقط عن الانفلات سيد عبد العزيز، وإنما عن المناطق برمتها، مناطق سيطرة الشرعية هي ليست مؤمنة. يعني مأرب دائما ما بين فترة وأخرى ما نفجع بعملية قصف صاروخي يروح يعني ضحية هذا القصف العشرات من المدنيين، وهنا نتساءل يعني لماذا لم تتمكن الشرعية وأيضا التحالف من تأمين المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرتهم حتى الآن؟ أعطى الأمر لغير أهله، يعني وهو نوع من الاسترخاء أو الفلتان أو الفساد الذي يعصف في الشرعية من قمة رأسها إلى أخمص قدميها. الفساد هو جزء من هذا الأمر، والذي أدى إلى الانفلات أو أعطاء الأمر لغير أهله، تولية ناس غير أكفاء، وجود صراعات سياسية في إطار الشرعية أو الكوكتيل المكون للشرعية غير متفق، ومتفقوا ضد الحوثي ولكنهم مختلفين فيما بينهم. تستطيع تقول أنهم شركاء متشاكسون. هذا كلها الخلافات السياسية إضافة إلى الفساد أدى إلى الانفلات بشكل كامل في مناطق الشرعية. أنا لا أتكلم عن الحالة الأمنية فقط، بل عن الحالة الأمنية والحالة العسكرية، وكلهما متلازمان. لكن يسجل لمأرب أن العمليات التخريبية، ويقصد بالعمليات التخريبية هي التي تكون إما ذات دوافع جنائية أو ذات دوافع سياسية وعسكرية. لا توجد داخل مأرب، لم تشهد مأرب أي من هذا، لكن في عدن شهدت الكثير من اغتيالات الخطباء وإلى حد كبير تعز، والآن انضمت المخا. المخا منطقة مسالمة، ولا أعتقد أنه من سكان المخا من نفذ هذه العملية. وأنا أستبعد القاعدة، فبصمات القاعدة غير موجودة في العملية. المستفيد الوحيد من هذه العملية هو الحوثي، لكن الحوثي في حالة حرب ويستخدم جميع الأسلحة التي يمتلكها بما فيها تروي على المدنيين وقتل المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر. لكن من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية السلطة الفعلية التي تحكم المخا. يفترض يعني الخروج من الدائرة هذه، يفترض تشكيل أجهزة أمنية من أبناء المخا أنفسهم لإدارة، وهذا ينطبق أيضا مع مخرجات الحوار الوطني. لإدارة شؤون منطقتهم الأمنية. نعم، إذن السيد عبد العزيز ابقى معي، أذهب لي السيد علي الذهب. يعني سيد علي، ما أبعاد عودة عمليات التفجيرات في مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة والتحالف، ومن المستفيد من هذه العملية باعتقادك؟ أعتقد أن هذا السؤال هو تكرار السؤال السابق، ولكن دعني أنظر إليها من حيث الأهمية. لماذا تستهدف المخا تحديدا؟ لماذا مناطق الساحل؟ لماذا المناطق الـ يعني ليست كالمأرب؟ ولكن لأن المخا أنا أتصور أنها مدينة تمثل نقطة انطلاق للقوات المتوجهة نحو الساحل، وفيها حركة هذه القوات وانتشارها وتواصلها مع المحافظة الجنوبية، فضلا عن أن استهداف هذه المدينة أو الميناء أو حركة الحركة التجارية فيها يعني استهداف لأمن الملاحة البحرية، لأن الغرب ينظرون إلى المنطقة الساحل بوصفها يعني بعد
يهتمون به أكثر لأنه خاص بحركة النقل البحري وتدفق النفط وأمن الملاحة البحرية بشكل عام. نعم. وبالتالي فإن الفتيون يركزون على هذه المنطقة بوصفها أكثر المناطق ضعفا وبوصفها أكثر المناطق أهمية. وقد استهدفوا أكثر مرة، أعتقد أنه في العام الماضي في منتصف العام الماضي تقريبا استهدف الميناء بقارب مفخخ، وربما أحبط أو أنه نجحت العملية لا أعلم ذلك، ولكن أقول لك بأن المستفيد هم الحوثيون، وهذا يندرج في إطار ما يصف بتخريب أرض العدو، وهم يقاتلون بكافة الوسائل والأسلحة والطرق ليثبتوا. يعني سيد علي أنت هنا تؤكد على مسألة أن المستفيد الحوثي، لكن يعني هل تتوقع أيضا من هو المنفذ الفعلي؟ هل هو الحوثي أم يعني طرف آخر أم أنها القاعدة؟ يعني عمليات الحوثي هي مشهودة دائما باستهداف المدنيين بالقصف المباشر، بينما عمليات التفجيرات هي دائما ما تطال يعني مناطق فيها تجمع ل يعني ثكنات عسكرية أو مثلا هناك قيادات في الجيش يتم استهدافها بعملية تفجير أو عملية قصف، لكن أن تأتي عملية مجهولة وبالتالي يتم يعني التخمين على أن يكون الحوثي هو مستفيد بالفعل، ولكن هل هو المنفذ؟ أولا بالنسبة للحادثة دعنا ننظر إليها، المستهدفون المنطقة تكتظ بحركة الجنود ذهابا وإيابا من الحديدة إلى عدن، والإنكار الحوثي أو عدم تبنيه لهذه العملية يشتت الأنظار باتجاه أطراف آخرين، وأتصور أنه طالما هناك صحفيين قتلوا فهناك استهداف أيضا لحركة الجنود، ومن يقف وراء هذه العملية لا شك أنهم الحوثيون. أما بالنسبة للقاعدة فبصماتها معروفة، لكن سيد علي الحوثي دائما ما يسارع، يعني كما تعودنا في كثير من العمليات السابقة سرعان ما يتحدث في الإعلام بأنه هو من نفذ هذه العملية ويتباهى بها. هذه العملية إلى الآن 24 ساعة لا أحد يعرف من الطرف المتسبب. هناك فرضيتين، الفرضية الأولى أنه كما قلت لك حادث عرضي، وهذا ناتج عن الخلل في لدى تنظيم القوات، حركتها، حيازة الأسلحة، الانتقال بها، هذا جانب. الجانب الآخر بصرف النظر عن المستفيد الحوثيون أم وهم بدرجة أولى، بدون شك الحوثي هو مستفيد يعني، ولكن الحوثيون لا يمكن أن يتبنوا مثل هذه العمليات، هم ينكرون دائما استهدافهم المدنيين، ولذلك أنا أتصور أن هذا المكان كان مكتظا ببعض المقاتلين، ووجود الصحفيين مراسلي القنوات الإماراتية الذين قتل أحدهم، أعتقد أنها مكان للتجمع، هي فرزة، مطعم أمام فرزة، وبالتالي فإن هذه الفرزة لمن تنقل؟ أبناء المنطقة محدودي الحركة في المخا، فالفرزة هذه أيضا فيها حركة وانتقال الجنود بين عدن والحديدة أو على طول الساحل الغربي، ولذلك الحوثي يستهدفون هذه المناطق بطريقة أو بأخرى دون أن يعلن عن ذلك، وهم يوجهوا رسائل كثيرة بأن هذه المناطق غير آمنة وأن السلطة الشرعية والتحالف غير قادر على إدارتها، وبالتالي لن يسلمون مناطق أخرى كالحديدة، وهم دائما يحتجون ويقولون أن السلطة الشرعية غير قادرة على تأمين المناطق المحررة، فكيف نسلم مناطق مناطق آمنة. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا السيد علي الذهب الخبير العسكري، كنت معنا من القاهرة. أعود إليك المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. يعني سيد عبد العزيز، باعتقادك يعني ما هي الأسباب التي تدفع الحكومة الشرعية في للبقاء في المنطقة الرمادية فيما يخص قرار تأمين المحافظات والمناطق المحررة؟ السبب هو ضعف الشرعية نفسها، ضعف الشرعية. ولو عدنا إلى ما قبل 2014، نعم، كانت الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي يعني تقف في المنطقة الضبابية من أحداث دماج إلى أحداث أمران إلى أحداث حاشد، إلى كانت الضعف في القيادة السياسية نفسها هو السبب وراء هذا كله. رئيس الجمهورية هو الذي يتحمل الجزء الأكبر، يعني الضعف من قبل الحرب وما بعد الحرب،
ما بعد الحرب هو الضعف يعني في نفسه، الضعف مستمر من قبل ومن بعد، كان ضعيفا وهو في وتحت سلطته جيش وطائرات ودبابات، فما بالك وهو اصبح مجرد. الضعف في تخبط هذه في قراراته، سوء اختياراته، ضعفه، قد ربما يكون الرجل حسن النوايا ولكنه بكل حال سيء في اختيار قادته، سيء في اختيار في اتخاذ قراراته، ياتي متاخرا. لو تتذكر عندما سقطت عمران كان لم يكن في المنطقه الرباديه بل كان في المنطقه السوداء، يعني في البلاك ليست. عندما صرح عمران عادت لحظه الدوله. انا اعتقد ان مشكلتنا في الشرعيه هي في رئيس الجمهوريه نفسه، ولو كان رئيس الجمهوريه يستحق ان يكون رئيس جمهوريه او رئيس دوله لما وصلنا الى هذه المرحله اصلا. حتى الان بعد 4 سنوات من الحرب وداخلين على السنه الخامسه، رئيس الجمهوريه ما زال بعيدا، وحتى الذين يتعللون بانه ليس تحت امره شيء وانه كذا، عندما بعد ما سلمها عفاش السلطه كان بامكانه خلال سنتين يكون جيش خاص به من 30,000 مقاتل ويجهز قيادات خاصه به، لكن الرئيس وضعيته ضعيف، هذا عكس ما عنده، هذا بصره، هذه قدراته، ما يقدر يفعل شيء. وانا اعتقد ان بقائه ان فتره اطول كارثه، والافضل مجلس رئاسي لاداره السلطه. اما استمرار الرجل هذا فمعناه ان البلد تنهار، حتى المناطق المجزاه سوف تتجزا، والمحافظه سوف تتجزا، وحتى المديريات يمكن تشهد حروب. الرجل ضعيف، لا يختار رجالها المناسبين، هو اعاد انتاج مخلفات عفاش، نفس المسؤولين، نفس السلطات، نفس كذا. فانا اعتقد ان سبب الضعف يكمن في الهرم، وفي هرم السلطه. الراس اذا صلح بقيه الجسد، واذا خرب الراس خرب بقيه الجسد. نعم. وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر سيد عبد العزيز الهداشي محلل سياسي، كنت معنا من الرياض. ومشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل الى ختام حلقه الليله. اشكر ايضا ضيفي، كان معنا السيد علي الذهب محلل العسكري كان معنا من القاهرة، والشكر أيضا للصحفي أحمد مكيبر كان معنا من تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.